يلا يا شيماء، مش معانا شيماء. طيب محمد السيد، لا يا دكتور، مع حضرتك بس أنا الصوت عندي في مشكلة، عمال أتكلم ومش واصل لحضرتك خالص. طب قول احنا سمعانك اهو، سمعناك يعني. فهمت ايه من الجزئيه دي يا شيماء؟ او فكرتك بايه؟ فكرتني بالطريقة البدائية اللي هما كانوا بيستخدموها لما كانوا بيشيدوا، يعني اللي هما بيجهزوا المادة أو بيجهزوا الطوب أو كده، ويضعوه جنب بعض بحيث يديهم تكوين بنائي. طيب ماشي يا شيماء. محمد عبد الرحمن أو محمد السيد، قول يا محمد، حضرتك أنا قول يا محمد السيد. طريقة بناء الكرشيفة يا دكتور، لما بيعملوا جدارين وبيحطوا ما بينهم قصر الكرشيفة الصغيرة ومادة المونة ما بينهم، بعدين بغطوا طبقة عرضية من الكرشيف. ماشي يا محمد. محمد جمعة، قول يا محمد يا جمعة سيد. هو هنا يا دكتور بيفكرنا بطريقة بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن في المرحلة الأخيرة بدأ يتم بناؤه بطريقة يعني الذكر والأنثى في البناء، إن هو بدأ يحط طوبة ممتاز رأسية مع طوبة عرضية. ممتاز 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 ممتاز، اشكرك يا محمد. محمد هو اللي صاحي على فكره، والناس كلها نايمه مش عارف ليه. شكرا يا محمد. شكرا لحضرتك الاستراتيجيه يا دكتور. جماعه اللي احنا قلنا عليها في طريقه بناء المسجد النبوي، مش احنا قلنا بيبنوا بطريقه الذكر والنكايه، ان هو يحط حاجه نايمه وحاجه واقفه، يحط مجموعه قوالب من الطوب اللبن نايمه، وبعد كده يحط حاجات واقفه علشان تعمل كانها قفل، كانها بتمسك، يعمل عملية تعشيق. طبعا هنا مفيش نقل ولا اقتباس، ولكن الطرق دي كلها كانت طرق بدائية موجودة في الأماكن اللي بيبنى فيها عمائر تقليدية، كانوا بيكتشفوا بطبيعة الحال إن الطريقة دي، طريقة البناء دي، بتعتبر من الطرق المهمة جدا في البناء عشان الجدران تتماسك، اللي هي طريقة البناء بالذكر والنتاية، إن هو يحط قوالب أفقية نايمة، وبعد كده يحط قوالب رأسية، وبعد القوالب الرأسية يحط قوالب أفقية تانية. أشكرك يا محمد. تمام؟ ماشي. بيصل سمك الحوائط أحيانا إلى 1 متر، وبيوضع بين الجدار الجدران في كثير من الأحيان قوائم من جذوع النخيل، وذلك لتدعيم الحوائط. الإسراء اللي كانت بتقول إن هو بيدخل الخشب في البناء، أهو بيدخل جذوع النخيل أيضا لتدعيم الحوائط وربطها. وقلنا إن الأخشاب بتدخل في ربط الجدران ليه؟ لأنها ليها خاصية امتصاص الصدمات، وليها خاصية امتصاص التصدعات اللي ممكن تحصل. فيعني انا قصدي اقول ان الخشب طري، الخشب طري، لكن اللبن والحجر ناشف مش بيتمدد، لكن الخشب ممكن يتمدد وينكمش، وبالتالي بيمتص، عامل زي حته سفنجه كده بالظبط. فانت لما تحط حته سفنجه في الجدار او بين الجدران او بين طبقات البناء بتاعت الجدران، بتمتص التصدعات. وكلكم عارفين طبعا احنا لو بنينا جدار وسبناه مثلا لفتره سنه او سنتين او ثلاثه، بيحصل تريح. يعني الناس اللي عارفه المصطلحات بتاعت المباني والعماره يقول لك المبنى ريح. لما المبنى ريح ده عمل ايه؟ عمل حاجتين، يا اما اتشرخ وعمل تصدعات وانهار، يا اما كان فيه خشب امتص هذا الايه؟ التريح، وبالتالي المبنى قائم زي ما هو. لذلك كان بيحط دايما الروابط الخشبية، أو بيدخل الأخشاب، خاصة بقى النخيل، المشمش، الزيتون، الصنط، الجميز، النبق، أي أنواع من الأشجار، عشان تمتص هذه التصدعات وهذه الشروخ فيه. كما يوضع على الحوائط الخارجية حوائط سندة، اللي هي المصاطب، بارتفاع 50 سم. يعني كان في مصاطب برضو أهو في العمارة التقليدية في الواحات البحرية، ودي كانت بتستخدم كمساند. وزيها بالظبط كانت العمارة التقليدية في ساحل شرق إفريقيا، كانوا بيحطوا مصاطب على العمارة التقليدية بتاعتهم، وكانوا بيسموها هناك البرزة. البرزة
حاجه البارزه، تمام، في المصطلح بتاعهم. احنا عندنا بنسميها مصطبه، وكانت بارتفاع 50 سنتيمتر تزيد من قوه تماسك الحوائط، وبتعتبر سانده لها، وبتستخدم بعد ذلك ايضا كاماكن للجلوس امام كل منزل. ونفس الطريقه برضو او نفس الاستخدام كان بيستخدم في مختلف مناطق العالم الاسلامي اللي كان فيها عماره تقليديه. في الاعتاب انعكست الطريقه الانشائيه على اشكال وابعاد الفتحات، فنجد الفتحات تتميز بعروضها القليله وزياده ارتفاعها، وبذلك لم تتواجد مشكله في عمليه بناء الاعتاب. وبتستخدم في عمل الاعتاب فروع من شجر الزيتون والمشمش منتظمه وقصيرة، وتوضع فوق فتحات الشبابيك أو الأبواب، ثم تملأ الفواصل بينها بالطين، ثم يستكمل بعد ذلك عملية بناء الحائط نفسه. وبيتراوح أبعاد الفتحات في الأبواب والشبابيك من 40 من 100 إلى 1 متر، زي ما هو موجود قدامنا في الأشكال. طبعا الصورة دي مش باينة قوي، ولكن دي بتوري لك السلم بتاع العمارة التقليدية. ونفس الطريقة اللي قلنا عليها في بناء السلالم زمان في الواحات الخارجة، هي نفس الطريقة اللي موجودة في بناء السلالم أو الدرج في الواحات البحرية. ده شكل البيوت في الواحات البحرية. يمكن إن هنا النوافذ واسعة شوية، بس هي ما كانتش كده، يعني هي أكيد قولاً واحداً ما كانتش كده، ولكن فتحات النوافذ دايما بتبقى صغيره عن كده. والفتحات اللي موجوده في الادوار السفليه دي كمان ما كانتش كده، كانت بتبقى مرتفعه اكتر. ولكن زي ما قلنا، فكره دايما التجديد المستمر في العماره التقليديه بيشيل الملامح او بيغير الملامح بتاعتها شيئا فشيئا. احنا كده خلصنا العماره التقليديه في الواحات البحريه. إن شاء الله بعد العيد بقى نشوف بقى هنعمل إيه تاني في العمارة التقليدية، ولا كده نكتفي بهذا القدر؟ يا ابتسام، حضرتك يا دكتور، نكتفي اللي بهذا حضرتك القدر، تشوفه يعني، إيه رأيكم؟ اللي حضرتك تشوفه يعني، هنشوف إن شاء الله بعد كده، نتعيدوا كده وتتبسطوا إن شاء الله، ونتقابل على خير تمام. أنا وأحياكم، ونشوف بقى إن شاء الله ونشوف هنعمل ايه في العماره التقليديه. بس احنا بقينا جزء اللي احنا ما اتكلمناش عليه، اللي هو التقارير اللي انتم المفروض عملتوها عن الموضوعات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، ان شاء الله هنستكملها مع بعض بعد العيد ان شاء الله. تمام يا دكتور، في اي اسئله يا اولاد، او في اي استفسارات في الموضوع اللي اتكلمنا عليه النهارده، او اي حاجه تخص الموضوع بتاعنا عموما؟ طيب شكرا جزيلا. خلينا ناخد سكرين شوت بس للتقدير بتاعنا. هذه معك سريعا علشان انا عارف ان انت كله كده فين من الباقه. محدش يمشي يا جماعة، محدش يمشي لما أقول لكم امشوا. يلا يا جماعة نشوفكم على خير إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ترجمة